جمعة موفقة بذكر الرحمن، اليوم إن شاء الله واش تقولوا فيها الجمعة؟ يا نضربوا فيها جولة لتونس ونديروا المقلوب التونسي، ولكن أكيد بلمسات ونسمات جزائرية. نحضروا هذاك الخبز وصدقوني تعتمدوه في هذا الموسم تاع الصيف من أروع ما يكون، وشحال خفيف وشحال بنين. ونحضروا كانا السلق بطريقة بسيطة والبنة فيها مضمونة، واش تقولوا فيها؟ نجوزوا للكوزين عندو كامل التفاصيل. كيف ديالي عندي هنايا 600 غرام تاع الفرينه، نجي وندير عليها رشه تاع السكر، وندير عليها مغرفه تاع بودره الحليب. تقدر تكون بكل بساطه نصف كاس تاع الحليب باش نجمعوا العجين ديالنا. وندير، شوفوا ليا، الخميره الفوريه ممسوحه، مغرفه هكا ممسوحه، شوف فوالا. وندير ليدام عندي منه، فوالا، ثلاث مغارف من الزيت هكذا. نجمع بالماء، يكون تيت يكون فاتر، غير نحرك الحريكة الاولى هكذا نخلط. نجي ونضيف الملح هكذا، مغرفه صغيره، ونكمل نجمع حتى وين تحصل على عجينه طريه. كما شفتوا معايا حبه الخمور تاع العجينه تاعي اللي طلعت، ومع انني درت كميه قليله تاع الخميره، وهذا هو المطلوب، ما لازمش تكثروا، الاجواء راهي دافئه. ومن بعد درت كرات على قد ما نقدر بالتساوي، وزدت غطيتها بطريشنا، وزدت خليتها. الطاجين تاعي راهو يسخن، نقول بسم الله ونبدا نفتح. دونك انا نطيبهم، نسيي ما نحمرهمش بزاف، وهذا الخبز بيان سور ما كلاش نسيوه يتنفخ ولا نو، نطيبوه هو فقط. دونك حنا ماناش حنفتحوه ولا رغيف ولا ابدا، نحلوه ونبداو نطيبوه على نار فوق المتوسطه، وما نعطولوش تحميره كبيره. دونك ندير الفرينه دو طون الوتر بيان سور، هكذا حاجه خفيفه.
نحط شويه تاع الزيت في المقله ديالي وندير البصل، قطعته غير مكعبات البصل الاخضر. البصله تاعي تقلات، نجي ونضيف عليها حبيبه تاع الحار ونزيد نقلي كانا كما راكم تشوفوا، نخليها تطلع النسمات ونجي ونضيف سنينه تاع الثوم، حتكون اضافه هايله. اوب ونقلي. نقدر في هذه المرحله نضيف شويه تاع الملح، على بالكم السلق ما يحبش الملح، دونك ندير حسابي غير كميه قليله تاع الملح ورشه خفيفه تاع فلفل الكحل وفقط. هكذا كما راكم تشوفوا الدعوه لهنا راهي تنفنف. نجي وناخذ السلق، ربيطه تاع السلق انا قطعتها وفورتها، نحب نفورو، قطرته من الماء ونخليه يتشرب بكاع هاد النسمات. بسم الله، شوفوا لي السلق تاعي ما فيهش كامل الماء، قطرته كما يحب الخاطر. البصل معسل الحبيبه تاع الحار، واش نحكي لكم على هذيك الريحه، وسنينه تاع ثوم، رشه ملح ورشه فلفل الكحل. دونك السلق هو واجد، نروح نجيب مباشره البيض. السلق تاعي راهو يتكتك، راهو يشهي، راهو ناشف. البيض كل واحد يدير على حساب كميه السلق، رشه خفيفه تاع فلفل الكحل، وندير رشه خفيفه كيما تفهمنا تاع الملح، ما نزودوش بزاف الملح، حاجه غير شويه هكذا. اوب نفرغ البيض ونغطي عليه ونخليه على نار قليله يطيب. الخبز ديالي شفتوا النتيجة قدام عينيكم، وهنا عندي هذاك الجبن البيتوتي نفكركم به، لأنه الحليب دوكا بزاف يبدأ يقراص، دونك نخدمو به أجبان. حجينا من الجنة كيفاش جا، جا رائع. درت غير نص ريتلا يعني ما لحقتش. ندير شوية تاع الجبن بيان سور، ونجي وندير يا جماعة الخير فوقو شوية تاع الفرماج غابي هكذا، وندير البطاطا ماشي بزاف هكذايا، ونكمل بالسلق. شفتوا ليا كيفاش درت له شويه زيت زيتون كيطاب، دونك بنه على بنه. والبيض ما طيبتوش هكذاك بزاف حتى وين يبس، هذا هو سر البنه. نزيد له شويه تاع الفرماج غابي من الفوق هكذا. الطاجين ديالي راهو يسخن، ونعاود نطبق وردوا عليا بالخبر. المقلوب تاع نهار اليوم، انا قلت مقلوب جزائري لانني حطيت فيه انا واش حبيت، سلق وبطاطا وجبن بيتوتي، جا من اروع ما يكون. وصفه خفيفه وبنينه وتشهي، هذاك الخبز مفخفخ، هذاك الحشو متوازن. انا درت الفكره اللي جاتني واش ما كان عندي في المنزل، وانتم ديروا واش ما حبيتوا، حطوا البصمه تاعكم، ولكن الوصفه جربوها راهي بنينه بزياده. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم لاقت بكم، نتمنى تجربوها وتردوا عليا بالخبر، ونتمنى كذلك تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.